السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هاد النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، يعني الناس اللي عندهم واحد السطح مثلا كبير واحد شويه وداروا فيه القناين وبغاو انهم يديروا حتى انواع اخرى من الدواجن. يعني الامراض ديال الدواجن واش هي معديه للارانب ولا لا؟ الامراض ديال الدواجن، كاين الدواجن، كاين اللي يدير السمان بحال هكا، هذا السمان تشوفوا راني دايرو في واحد الكاج، درت له الطريقه هذه ديال التراب. كاين اللي غادي يدير الدجاج، كاين اللي غادي يدير بيبي، الحمام. يعني واش هذوك الامراض، يعني هذا كسؤال، واش هذوك الامراض اللي في الدواجن ممكن يصيبوا لنا الارانب ديالنا؟ لان انا بحال الطريقه هذه، انتم كما كتشوفوا راني دايرهم، يعني الكاج ديال 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 السمان ها هو، والارانب ها هما في الجهه الاخرى، يعني قرابين لبعضياتهم. يعني هذا السؤال هذا ممكن انه شي واحد يخاف يقول لا، يمكن الا جبت الدواجن راه كيمرضوا حتى هما، عندهم الشهور ديالهم حتى هما كيمرضوا فيها، واش ممكن انهم يعديو لنا الارانب؟ منين سولت، يعني في الحقيقه ما كانش عندي شي علم بهاد الفكره هذه، انا غير بغيت نطبقها معكم، لان قلت في بالي يعني بحال هذا السؤال تطرح عليا في البال ديالي، وبغيت انني نطرحه عليكم. منين سولت الطبيب البيطري قال لي لا، الامراض ديال الدواجن ممكن انهم يمرضوا كاع، يبقاو يموتوا الله يحفظ، وما ياثروش على الارانب، لان الامراض ديال الدواجن بوحديتها، والامراض ديال يعني الدواجن كما بغات تكون بوحديتها، ممكن انكم تحصنوهم حتى هما باش ما يمرضوش، ولكن ما نخلطوش ما بين الدواجن والارانب. الارانب كما كتعرفوا راه حنا شهر 3 دابا، التحصين اللي نديرو اللي ممكن انكم ديروه هو تحصين ضد التسمم الدموي. الابره كتسوى 85 درهم، سميتها كوني بخافاك، يعني هادشي بالنسبه للارانب، سميتها كوني بخافاك. هاد القنينه يعني واحد الانبوبه كتكون صالحه لعشر افراد. بغيتو يعني تلقحوا هذوك الصغار، ممكن انكم ديروا لهم نصف الكميه، يعني كل واحد ديروا له نصف سنتيم، مع العلم ان هاد يعني الصغار ما كيتصابوش بالتسمم الدموي، يعني حتى هما كيتصابوا غير هما ماشي اكثر حده بحال الكبار. كاين اللي غادي يقول لي واش غادي نحصن يعني البلدي ولا الرومي ولا الكروازي؟ ممكن انكم تحصنوا الرومي والبلدي والكروازي بنفس الابره. بالنسبه للتسمم المعوي، ممكن الناس اللي كيديروا الخل، الله اكبر، راه كيأذن، ممكن كما قلت لكم راه الناس اللي كيديروا الخل. كاين اللي بغى يحصن ضد التسمم المعوي بالنسبه للارانب واحد الدواء سميتو هيباغينول، باديه بالحرف اش، هيباغينول. هيباغينول هذا واحد السيرو كديروه لمده 4 ايام، يعني كديروا لهم مع لتر ديال الماء، يعني كل ملعقه كديروها مع لتر ديال الماء، وكتعطيهم ديك الساعه كتعطيهم الاخضر ولا النبات ولا اي حاجه ممكن انهم يريزيستيو وكيوليو يعني محصنين ضد هذا المرض. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، يعني واش الامراض ديال الدواجن ممكن انها تصيب لنا الارانب ديالنا؟ يعني هذا الشيء اختصاصي يعني بيطاري هو اللي جاوبني على هذا السؤال. الامراض ديال الارانب بوحدهم والامراض ديال الدواجن بوحدهم، ما تخافوش، يعني اللي عنده شي سطيحه بحال هكا ممكن انه ينوع يدير يعني السمان بحال هكا رخيص في الثمن شي شويه، ويعني تقريبا هذه المنطقه الشرقيه ديالنا يعني تعطاو له بزاف، ولاو كاين الناس كيبغيو يديروه. البيض ديالو صحي
بحالو بحال الدجاج البياض البلدي، حتى هو صحي للغايه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. بالنسبه للشباب اللي مريحين، يعني ما كايناش الخدمه، ممكن انهم يديروا هذه المشاريع بحال هذه المشاريع، راها مشاريع مفيده، ممكن انها تنفعكم وتنفعكم حتى في يعني في يعني الحياه اليوميه. ممكن انكم تستغلوا البيض تبيعوه او يعني تخليوه لكم تستنفعوا منه. ممكن عاود انكم الارانب تبقاو تبيعوا منهم وتاكلوا اللحوم ديالها. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، ما تنساوش، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.